أبو دلامه كان شاعر موجود أيام الدولة العباسية، وكان شاعر مشهور بطرائفه الجميلة، وكان نديم الخليفة العباسي المهدي، وكان تقريبا مثل ما يسمى اليوم بالمهرج. أبو دلامه كان شاعر مزاح وفكاهي، أعطاه الله سبحانه وتعالى سرعة بديهة وحديث لا تمله الأسماع، وأيضا أسلوب فكاهي وخاصة مع الخلفاء العباسيين. فيه قصة لطيفة حصلت له مع المهدي. يوم من الأيام دخل أبو دلامة على المهدي وهو يبكي، فقال له المهدي: ما لك؟ يعني وش فيك؟ قال أبو دلامة: ماتت زوجتي أم دلامة يا أمير المؤمنين. طبعا كانت هذه من حيل أبو دلامة علشان يحن عليه المهدي ويرأف به ويعطيه بعض الأموال، وفعلا نجحت خطة أبو دلامة. المهم أخذ أبو دلامة ينشد أمام المهدي ويبكي ويقول: وكنا كزوج من قطى في مفازة لدى خفض عيش ناعم مؤنق رغدي، فافردني ريب الزمان بصرفه ولم أرى شيئا قط أوحش من فردي. طبعا نجحت خطة أبو دلامة، فأمر له المهدي بثياب وبعض الدنانير. هنا باقي ما انتهت الخطة. زوجة أبو دلامة دخلت على زوجة المهدي الخيزران وقالت لها مثل ما قال أبو دلامة، قالت بأن أبو دلامة قد مات. طبعا نجحت الخطة، فأمرت لها الخيزران بملابس وطيب بعض الدنانير. فلما التقى المهدي مع زوجتها الخيزران عرف حيلتيهما، فأخذ يضحكان ويعجبان من ذلك. دمتم في أمان الله سبحانه وتعالى في قصص أخرى بإذن الله، وفي أمان الله.